عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي مشاهدين قناتنا عطرف على، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم سلف الخالقة. مشيئة الله من نيام إن شاء الله النهاردة طالعين فيديو التصبيط. غبنا كتير عن التصبيط، جايين إن شاء الله بفيديو كويس. إحنا لسه في أول الاستباحة، الساعة حاليا 7:10، طالعين إن شاء الله يا جماعة بمشيئة في ريح 5 عقدة، يعني ما يعادل 7 كيلو في الساعة. 5 عقدة يا جماعة لحد الساعة 8 الصبح، يعني فاضل لنا ساعة على الريح ده. بعد الساعة 8 المفروض الريح تشد معانا شوية، على الساعة 11 كده هيوصل 8 عقدة، يعني هنقوله 15 بحر متر الا ربع. مشيئة الله احنا طالعين على فزيلة، اتمنى من الله ان احنا نقدر نقدم لكم فيديو كويس غني بالمعلومات. ان شاء الله يكون معانا سمك ويكون معانا معلومات. النهاردة ان شاء الله انا حابب نتكلم في حاجة معانا كده يا جماعة، ازاي ان شاء الله نختار يوم مناسب للتصبيط. يوم مناسب للتصبيط طبعا بيترتب عليه اكتر من حاجة، مثلا على الاقل 5 حاجات. طبعا اول شيء فيهم العدة. العدة يا جماعة عبارة عن عود صب مثلا، او ايا كان العود، مكنة، طيق، رصاصة. اهم حاجة في العدة ان تكون المكنه والرصاصه متصلين مع بعض، جهاز لاسلكي كده اشعار. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه السلاح يكون مناسب للارض اللي انت نازل عليها. طبعا احنا النهارده ان شاء الله نازلين على غزيله، المفروض ان احنا السلاح بتاعنا يبقى معلقه طويله اللي هو الكوكتر، يكون سلاح حامي. الطعم طبعا يا جماعه لما يكون طعم حي بتكون فرصته ان هو ينضرب في الارض اكتر. بعد كده طبعا الريس الكويس، الريس الفهماء، بيقدر يمسكك طرقة محترمة. أهم من كل ده لازم تكون العوامل الجوية، الطقس، لازم يكون البحر بتاعك مناسب. طبعا في ناس بتتعب، الناس اللي بتتعب يا جماعة تطلع في مثلا في بحر ما يزيدش عن متر إلا ربع، وريح ما يزيدش عن 10 كيلومتر في الساعة، أو 4 عقدة 3 عقدة كتير كده. الناس اللي هي المحترفه طبعا البحر العالي بيناسبها اكتر في الشغل، لان بيكون البحر بيقلب بيكون رزق كتير. انا مش هنطول عليكم، بس في ناس محتاجه المعلومات دي عشان كده انا طولت. هنحاول ان شاء الله نخلي الكلام ده في اخر الفيديو. انتظرونا وادعوا لنا بالتسهيل. ما تنسوش تعملوا لنا لايك لو اول مره تشوفونا تشتركوا عندنا في القناه. انا سلام الخالقه. طبعا يا جماعه انا النهارده بصحبه اخويا وحبيبي عم صبري الحضراوي. الله يخليك سمعت، تشرف لينا والله اللي نطلع معاك. الله يعزك يا عم صبري. انا معروف على كده والله، من الناس المحترمه انت عم تسامح والله العظيم. ربنا يخليك ليا يا صاحبي، ربنا يعزك يا رب. ان شاء الله يوم كويس ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يوم حلو. لاول مره في البحر ان شاء الله عم اشرف عبد الشكور. حبيبي اخويا سمعت ولا حبيبي عم اشرف. يومنا جميل ان شاء الله، متفائلين خير ويومنا جميل ان شاء الله. باذن الله يوم حلو خالص ان شاء الله. خليكم معانا. طبعا يا جماعه المبنى اللي عليه العلم ده مكان السروح، مينة ميامي، ما فيهاش سقاله، السقاله اللي هي الرصيف. فطبعا ايه، بنخدم تاكس من على البر وبندخل للايه للمراكب. احنا ان شاء الله طالعين النهارده، اي التاكس ده يا جماعه بيبقى مركب صغير بتوصلك، بتاخدك من على البر بتوصلك للمركب بتاعك. احنا ان شاء الله طالعين على المركب الاصفر ده، وان شاء الله يومنا جميل. طبعا يا جماعه احنا تعطلنا كتير، وبكل اسف النشره بتاعتنا كدبت، الريح غير وقلب جنوبي، ده ما كانش معمول حسابه في الطلعه ولا في النشره. ساعات النت بيكدب، هنفسر الكلام ده في اخر الفيديو، تابعونا. النشره صباح يلا اتفضل يا باشا، اتفضل يا عم عاشور. دم ورا كده بعد اذنك يا ريس، انت صاحبي دم كده جنب ورا هناك، وبعدين روح يا ريس روح كده جنب ورا كده. ها
طبعا يا جماعه ايه سبحه الغزاله بتبقى طويله شويه، بنركب فيها صنانير كتيره. اول حاجه طبعا بنعمل الخيط من فوق، نربط سنار واحد او سنارين وانتوا تكملوا على الباقي. الخيط بتاعت يا جماعه، السنار بتاع فوق، باين عندك اربع شهور. هنخلي مثلا ايه الفرد 12 سم 13 سم، نمسك الخيطين كده مع بعض، نبدا ايه نعمل الرابطه دي بسيطه وسهله وقويه في نفس الوقت. هذه اول رابطه. ايوه ما هو عايز حل، هو العمليه السنار واصل لحد هنا، نسيب عقله بس عشان مخبره ايه، او عقلتين لو كتروا. نيجي ماسكين السنار الثاني. يا طه نفس العقدة. هنكمل بقية السبحة وارجع لكم تاني. طبعا انا بعد ما وصلت السنانير بتاعتي هشتغل غزيلة، فهنجيب رصاصة ايه 200 جرام، دي رصاصة 200 جرام. الحكمة في الرصاصة يا جماعة ان الغزيلة الارض بتاعتها بتبقى غرق، يعني لسه سأل الرئيس، الرئيس بيقول لي احنا ننزل على 50 متر ان شاء الله. فبنجيب الرصاصة وبنجيب فلة سيجارة زي ده او مدور او قرصة، احنا متعودين على فلة السيجارة، فبنجيب الايه بنعدي الرصاصة وبنجيب الفلة، بنلف لفتين ثلاثة كده على الفلة، لفتين ثلاثة كده، وبنمسك الايه الخيط دوت ونعمل ايه مخنقة كده، مشنقة. نفس الطريقة دي كده يا جماعة، بنديه ونرجع نلف ونرص السبحة بالطريقة دي وربنا الرزاق. نتعرف بقى كده يا جماعة على الناس اللي معانا في الرحلة. عم أشرف طبعا عبد الشكور غني عن التعريف، بطل منوعات رحالة. عم صبري يا عم صبري اخويا، صباح الفل، احلى صباح. صباح ابو جهاد، صباح الفل عليك يا كبير، احلى صباح. صباح يا رجالتنا، عمنا ايه صباحك فل، يومك ورد ان شاء الله اخويا، احلى صباح. صباح بحرية 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 تحلق عندنا، بحرية يا جماعة. هو منظم الرحلة اخويا الفاضل، احلى صباح. صباحا يومنا جميل بيكم ان شاء الله رجالة. الساعة كام دلوقتي عم اشرف؟ بالله عليك
9:10. الساعة دلوقتي يا جماعة 9:10 واحنا لسه ما استقبلناش ولسه ما وصلناش للمكان بتاعنا اللي احنا هنرمي فيه. سبحان الله لسه لامم الجراية وفي سمك بيضرب هنا. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين الريح بدأ يغير والبحر شد علينا. مش دي نشرة البحر اللي احنا كنا طالعين عليه، النشرة دي كانت اشد، البحر ده كده كان داخل على المتر. يابا بصيت ولا ايه؟ بصيت زيلة. يا موسى حبيبي صباحك فل يا بحرية. صباح وصباح حبيبي اجروا يا عم سامي. الله صباح صباح عليكم. صباح اللهم صل عليك يا نبي. حلاوتك يا بحرية. الله يحنن علينا وعليك يا رب يا بحرية. ده احلى بحرية ده ولا ايه؟ يا رب يا كريم. زورنا الخير يا رب. ايوه عم اشرف. اول غزيلاية. اول سمكة بالتسقيط لعم اشرف عم شكور. يا كريم يا رب. صلاة النبي عليك عم اشرف حبيبنا عم اشرف. الله ينور عليك يا جماعة. وفين السمكة يا جماعة؟ عشان تحسوا ولا محسوش؟ يا باح صرع وحايد. صرع ووحايد. ماشي يا كل امك يا ابن الجزمة. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليك يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ماشي شيخ وار. شيخ وار صلاة النبي. الله يحن علينا وعليك يا رب. معانا حلوف اهو يا جماعة. أول حلوف في الرحلة. حلوف عدل ما شاء الله مع البحرية. الله يعز علينا وعليك يا رب. الله يبارك في رزقك يا رب. أحلى تحية بحرية. اليوم ما كانش حلو يا جدعان. بلاش تسقيط بعد النوم.
في النهاية يا جماعة طبعا من أهم مواصفات يوم تسقيط ناجح إن لازم الريح بتاعنا يكون ثابت على مدار اليوم. صادفنا احنا النهاردة يا جماعة إن احنا كنا قارين نشرة، النشرة بتاعتنا كان الريح جاي شرقي أو شمالي شرقي وحيغير شوية شمالي، فهو كده في نطاق الثبتان، ولكن بكل أسف إن النشرة كدبت والريح بدل ما كان هو شرقي أو شمالي شرقي لا قلب جنوبي شرقي، يعني بدل ما هو جايلي كده جالي كده. طبعا اليوم اتلخبط، الشوية اللي كان الريح ثابت فيهم اللي هما الشوية بتوع الصبح في ناس خدت سمك، احنا عشان طلعنا متأخرين لظروف ما ان المراكب بتاعنا كان ليه مركب تانية والمركب كان عطلانة اتأخرنا، فطلعنا متأخر كان اليوم بتاعنا مش موفق، ولكن الحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نستفيد بمعلومات كويسة. دي كده يا جماعة انا وصلت لنهاية الفيديو، وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم بإذن الله. تنساش طبعا لو انت اول مرة تشوفنا تشترك عندنا في القناة، ولو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك عشان الفيديو ينتشر والمعلومات دي تلف على كل حبايبنا. تحياتي ليكم، كان معكم اخوكم سامح الخالقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.